أبو إبراهيم يقول بنت صغيرة سألت والدها تقول يعني أنا لا أستطيع أني أسمع إلا من شخص واحد، ما أستطيع أسمع لشخصين. تقول كيف ربنا جل وعلا يسمع من جميع الخلق؟ يقول يعني هذا سؤال أحيانا يعرضه الأطفال، كيف الجواب؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يجب على الوالد سواء كان أم أو أب أن يزرعوا في أولادهم مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز أن يشبه الخالق بالمخلوق، ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، ولذلك قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى، ويقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد، يعني لا مثيل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مهم، يعني إذا بدأ الطفل يسأل لابد من جعل هذه أول خطوة يزرعها الوالد في نفس الولد، أنه لا يجوز أن يشبه الرب جل وعلا وتقدس وتعالى بالمخلوقين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الوالد ما دام أن الولد بدأ يتلمس ويسأل ويثير مثل هذه الأسئلة أنه يذكر له عظمة الله سبحانه وتعالى المتمثلة في مخلوقاته وآياته، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. ولذلك الله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل جل وعلا لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بمعنى أن يحاول خاصة مع وفرة المواد الآن مثل بعض المقاطع وكذا اللي تشرح لنا وتبين لنا بأن هذه الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش فيه، يعني بالنسبة لهذه المجرات بالنسبة لهذه الكواكب لا يمثل إلا نقطة في بحر من هذا الخلق العجيب، خلق العجيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب كما جاء عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي، من الذي أذن؟ هو الله أذن لنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس وقد نزل عليه الوحي يخبره بهذا الملك اللي هو من حملة العرش، فقط المنطقة اللي من شحمة أذنه إلى عاتقه مسافتها مسيرة 500 سنة، 500 سنة. طيب كيف جسم هذا الملك؟ طيب كيف أجسام البقية؟ طيب كيف عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات؟ هذا كله يعني يثير فينا هذا الشعور العظيم تجاه الرب جل وعلا، وأن الله جل وعلا يرى في الآخرة ما يرى في الدنيا. وعندنا أمثلة، هذه السماوات أكبر من خلق الناس، هذه السماوات العملاقة العظيمة اللي بناها الله من دون عمد. ولذلك سئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله عز وجل الناس في يوم واحد؟ قال كما خلقهم، لأن الله هو الخلاق، خلقهم يحاسبهم في يوم واحد. أمر آخر، لا يجوز للإنسان أن يقيس ما هو من صفات الله على ما هو من صفات البشر. الإنسان قد يستطيع يسمع 2-3 مثلا، وشخص قد لا يستطيع، لك ما يجوز أن نقول كيف ربنا، لأنه هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال العلماء ما هو الشيء الذي هو أخفى من السر؟ قالوا خلجات الضمير التي ما تحولت إلى يعني هم أو سر في الصدر، اللي في القلب اللي بعد ما طلع وتحول إلى، يعلمه جل وعلا، يعلم خلجات الضمير سبحانه وتعالى. ولا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، فهؤلاء الذين يجأرون بالدعاء كلهم يستجيب الله لهم، هذا بالعربية وهذا بالأردية وهذا بالإنجليزية وهذا بالأسبانية
وهذا بالصينية ما تختلف عليه، هو الخلاق، هو الذي خلق الخلق، خلق اللغات وخلق البشر وخلق الجن والإنس والملائكة. هذه السماوات السبع، السماوات السبع والأراضين السبع، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، الكرسي ما هو الكرسي؟ الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش كما قال ابن عباس وهو مذهب أهل السنة والجماعة، الكرسي موضع قدمين الجبار. السماوات هذه السبع والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلة، يعني مثل الدرهم، درهم رميته في الصحراء، هل من العقل والمنطق تقول والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء يساوي كذا؟ ما يمكن، ما يقول هذا عاقل. هذه السماوات وهذا الكون اللي نشاهده بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمين الجبار سبحانه وتعالى لا شيء، لا شيء، كحلقة رميتها في صحراء، مثل خاتم رميته في صحراء ولا درهم، ما يمكن تقول والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء يساوي كذا، مسألة نسبة وتن، ما يمكن. ولذلك هذا مما يزرع فيه الأطفال، وأيضا يلقنون على قضية الانتهاء عن مثل هذا الأمر تعظيما لله عز وجل، ويقرؤون ويقرأ عليهم قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يجوز للإنسان أن يشبه الخالق بالمخلوق، وإذا فعلا سلك الإنسان هذه الخطوات يعني ضمن بإذن الله لأولاده أن يكونوا في أمان.